الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السادة الوزراء والنواب ورجال المال والصناعة والأعمال والخبراء، شركاء النجاح في مؤتمرنا الناجح، المؤتمر الذي نجح بكل جدارة في نقل رسالة إلى العالم أجمع: مصر بخير رغم الجائحة، مصر التي عبرت في أكتوبر، مصر التي عبرت عام إخوان الإرهاب الأسود، مصر عبرت وتعبر بنجاح اختبار جائحة كورونا. هذه رؤية وإرادة زعيم رجل الأقدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه ثمار وإرادة عمل شعب عظيم وجيش وطني وشرطة وطنية ومؤسسات عادت قوية وراسخة. مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بدأ فكرة قبل 7 سنوات، فكرة للمؤسسة العظيمة اللي أسسها العملاقين مصطفى أمين وعلي أمين اللي تناوبوا على كتابة عمود فكرة، واللي فتح باب واسع للأفكار وللإبداع. فكرة تحولت في النسخة 7 للمؤتمر إلى الحدث الاقتصادي الأهم في مصر، حدث تنتظره الحكومة لتعلن برامجها وأفكارها ورؤاها، ينتظره رجال المال والصناعة ليعلنوا نجاحاتهم ويطرحوا قضاياهم ومشاكلهم بكل حرية، ويشارك فيه الخبراء بكل آرائهم. فكرة تحولت إلى قصة نجاح لدارنا العظيمة. نحن في قلب الحدث، هنا ينبض الوطن ويتكلم المواطن والصانع، وتستمع الحكومة وتستجيب. النسخة 7 واجهت تحديات عديدة قبل انطلاقها، لكن إرادة أبناء أخبار اليوم والحكومة ورجال الصناعة كانت أقوى، فانطلق المؤتمر بشعار الاقتصاد المصري: إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا. ومن جلسة افتتاحية ناجحة بكل المقاييس، تواصلت المناقشات بكل حرية وشفافية في 5 جلسات مهمة عن السياسات المالية والاقتصادية وجذب الاستثمار، الواقع والطموح، والتحول الرقمي وتكنولوجيا التجارة، والمشروعات الصغيرة والتشغيل، وصناعة العقار وموقعات التصدير، ومستقبل الصناعة وقطاع الأعمال العام. وانتهت المناقشات العامة الساخنة إلى توصيات قوية وفاعلة نست أنها ستتحول إلى جزء من برامج عمل الحكومة لتيسير الاستثمار ودفع عجلة الصناعة والتنمية. هذا كان وسيظل جزءاً مهماً من فلسفة عمل مؤسسة أخبار اليوم العملاقة والوطنية. شكراً لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول الذي كان حاضراً معنا بكلمة شاملة ومتكاملة. شكراً للوزراء الذين لا يبخلون بوقت أو جهد لخدمة مشروعنا الوطني العظيم الذي يقود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكراً لرجال المال والأعمال والصناعة الذين كانوا وسيظلوا إضافة حقيقية فاعلة لنجاحنا الكبير. شكراً للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشرباجي لدعمها الدائم لكل المؤسسات القومية. شكراً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير كرم جبر الذي يقود الإعلام بكل وطنية ومهنية. شكراً لزملائي في أخبار اليوم: الأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، وليد عبد العزيز منسق عمل مؤتمر، ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية. شكراً لأسرة تحرير الأخبار. شكراً لكل الزملاء بمؤسسة أخبار اليوم، صحفيين وإداريين وعمال، فلولاكم جميعاً ما كان هذا النجاح. الكل شارك بجهده ووقته في منظومة عمل جماعي. هذه هي روح أخبار اليوم، هذه هي روح مصر الجديدة التي يقودها للمستقبل، وبنجاح غير مسبوق الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدأ النجاح قبل 7 سنوات واستمر طوال السنوات الست السابقة، وجاءت النسخة 7 انطلاقة ناجحة جديدة على طريق مليء بالتحديات والنجاح. ختام المؤتمر هو بداية جديدة لعمل سيتواصل على مدار العام لمتابعة تنفيذ التوصيات بتعاون وثيق مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمقرر عام المؤتمر. هي قصة نجاح بدأت وتتواصل، وإلى لقاء قريب في مؤتمرنا الاقتصادي القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.